ولد الفنان المصري محمد لطفي في يوم 17 أكتوبر سنة 1968 في محافظة الأسكندرية لعائلة مصرية ميسورة الحال. درس محمد لطفي جميع المراحل الدراسية في الأسكندرية إلى أن تخرج من الثانوية العامة مع معدل جعله يكمل دراسته في المعهد العالي للسينما، وتخرج من المعهد بدرجة امتياز، وبسبب حبه الكبير للفن والتمثيل، ومن ثم قرر استكمال تعليمه للحصول على درجة الدكتوراه قسم التمثيل. كان محمد لطفي من العاشقين للرياضة، حيث لعب في فترة الشباب رياضة كمال الأجسام، واشترك في العديد من البطولات المحلية، كما حقق العديد من الجوائز والبطولات. وبدأ النجم المصري مشواره الفني بعد التخرج من المعهد العالي للسينما، عندما قدم له المخرج خيري بشارة الفرصة للوقوف أمام النجم الراحل أحمد زكي في فيلم كابوريا، والذي عرض لأول مرة سنة 1990. شارك بعد ذلك في العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون، منها دوره في فيلم ديسكو ديسكو بطولة الفنانة نجلاء فتحي، ودوره أيضا في فيلم أمريكا شيكابيكا مع الفنان محمد فؤاد، كما شارك في فيلم ليلة ساخنة بطولة الفنان نور الشريف والفنانة لبلبة، وجسد شخصية المتحرش بحرية. نال شهرة واسعة بعد الأدوار الكثيرة التي قدمها، وأثبت الموهبة الكبيرة والحضور المميز الذي يمتلك أمام عدسات الكاميرات، الأمر الذي جعله فيما بعد واحد من نجوم الدراما والسينما المصرية. قدم الفنان محمد لطفي الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، ووقف أمام كبار نجوم الوسط الفني مثل الزعيم عادل إمام وغيره. ومن أبرز أعماله التلفزيونية مسلسل ستيت كوم راجل وست ستات، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، سمارة، أنا المصري، الهروب، ابن موت، العقرب، كلبش، وش تاني، مولانا العاشق، في بيتنا حريقة، مدرسة الحب، عزمي وأشجان، رمضان كريم، بين السماء والأرض. أما على المستوى السينمائي فكان رصيد محمد لطفي كبير جدا، نذكر أهمها تايه في أمريكا، سحر العيون، الحب الأول، كذلك في الزمالك، عيال حبيبة، حملة فرعون، سمير أبو النيل، عيال حريفة، حلاوة روح، ميدو مشاكل، من ظهر راجل، بحبك وأنا كمان، العنكبوت، قهوة بورصة، الشايب، ولاد رزق. وآخر أعماله السينمائية كانت بمشاركة النجم محمد عادل إمام في فيلم عمهم. أما عن حياته الشخصية فتزوج الفنان محمد لطفي من سيدة من خارج الوسط الفني لم يذكر اسمها للصحافة والإعلام، ورزق منها بولدين، الأول أطلق عليه اسم عمرو والثاني سماه إبراهيم. ودائما يحرص محمد لطفي على إبعاد عائلته وحياته الشخصية عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مانع من ظهور زوجته في بعض المناسبات الخاصة، حيث كان آخر ظهور لها خلال حفل زفاف أحد أصدقاء النجم في عام 2022، عندما نشر محمد لطفي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي في موقع انستجرام، وعلق عليها قائلا الحب الحب.